السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنوريكم كيفاش نصاوبوا البوشوار ونطبعوا كتابة بالصباغة ديال الثوب على واحد اللبسة اللي خيطتها، غادي تشوفوها في قناة الخياطة. يلا هاد الصباح هادي اللي حطيتها، الا بغيتو تشوفوا داك الموديل يقدر يعجبكم. المهم غنوريكم كيفاش نديروا كتابة بحال هادوك اللي كيتباعوا في الأسواق. نحتاج واحد الكتابة أو طبعة، غادي ناخدها من جوجل. أنا غنوريكم الشكل اللي انا اختاريته. انا اختاريت هذه لانها جاتني شويه سهله، الشكل ديالها عجبني. دابا غادي ندوز نحاول نكتب بحال هذه الكتابه هذه. اللي ما عارفش يكتب بحال هذه ديريكتومون غادي يطبعها ومن بعد غادي يقطعها بالكوتور، يعني غادي يقطع هذيك الكتابه كامله تولي خاويه، ومن بعد عاد غادي نوريكم كيفاش غادي نديروها ان شاء الله، كيفاش نصاوبوا البوشوار. كما كتشوفوا من بعد ما كتبت هذيك الكتابه اللي غادي نحتاج، غادي ناخذ الزجاجه نحطها فوق منها، يعني فوق من الورقه هذا. بالنسبه لهذا البلاستيك هذا راه موجود في المكتبات، هذا انا حيته من واحد اللعبه ديال ريم، ما عنديش هذاك الرقيق، لكن انا كنت خديته من قبل رقيق على هذا موجود في المكتبات. غادي نوضعه فوق من الزجاجه وغادي نشدو بالسكوتش. بعد ما شديتها مزيان بهذا الشكل هذا، غادي ندوز دابا نكتب فوق منها، يعني نحاول نقطع هذا البوشوار. كما كتشوفوا من بعد ما كملتها، دابا غادي ندوز ان شاء الله باش نجبدها فوق الثوب ونوريكم كيفاش غادي نخدموا بالصباغه ديال الثوب. كما كتشوفوا من بعد ما سونطريت هاد الكتابه هذه، وكذلك كندير شي دفتر او شي حاجه من الداخل هنا، كما كتشوفوا درت دفتر باش يهز ليا على الثوب الفوقاني، على باش يهز ليا الطبعه على الثوب التحتاني، يعني تولي الطبعه غير في هاد البلاصه هذه. انا اختاريت هاد لارجونتي هذا، كما قلت لكم هذه الصباغه ديال الثوب كنعرفوها كتكون فيها المصلوح بحال هكا، يعني كما كتشوفوا راه كنديروها على ثلاثه نقاط، يعني درجه حراره قويه اللي في المصلوح، ونحددوها على مده 5 دقائق باش كتولي تشدنا مزيان. دابا غادي ناخذ هذه نوضعها في شي توصيل، كما كتشوفوا راه اختاريت لارجونتي، وغادي نجيبو هادو كيما قلت لكم راه خديتهم. بالنسبه لهاد البونجات هادو خديتهم في بنغود، الثمن ديالهم راه رخيص بزاف مقارنه مع اللي موجودين في اوروبا. من بعد غادي نجي غادي نقصها شويه، نبقى نضرب ونهز، ما نضغطش باش ما البونجه ما تطلقليش الصباغه لداخل، يعني الصباغه تجيني غير في الواجهه فقط. حيت البوشوار كما كتشوفوا غادي ناخذ شي حاجه دائريه كما كتشوفوا، هذه غير الكوله، غادي نبقى نغمسها في الراس هكا بهذه الطريقه هذه.
كما كتشوفوا جات بهذا الشكل هذا. مادام عندي الصباط فيه الكري والبيض هذاك، علاش درت هاد الالوان هادو باش يجيو اسوختي مع اللبسه، لان ما عنديش صباغه قهوي او هاد اللون هذا، لكن معليش. المهم بغيت نشارك معكم الفكره. نتمنى نكون وصلت لكم هاد الفكره هذه البسيطه. الصباغه راه كدير الثمن ديالها كيدير 25 درهم، هذيك البواطه اللي وريتكم، و تحتاجوها غير هي. وكما قلت لكم دائما من مورا ما تنشف خصكم تصلحوها واحد 5 دقائق، يعني ماشي متواصله، ديروا شي عازل بين التوب وبين هذا، يعني توب ديال بوبلين او توب ديال حياتي، باش ما تحرق لكمش اللبسه. وغادي تدوزوه مزيان فوق منها حتى كتسخن مزيان باش كتثبت في بلاصتها، ومع التصبين راه ما كتحيدش نهائيا. ونكون فدتكم هذه الفكره هذه، ونتلاقاو ان شاء الله في افكار جديده. بالسلامه عليكم.